السلام عليكم خوتي خواتاتي، واهلا اهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم. مشيت اليوم خديت هاد المقله الهوائيه اللي هي يا كنقليو فيها وكنشويو فيها بلا زيت. غادي نحلها قدامكم وغادي نعطيكم الاثمنه وغادي نقول لكم بين ما كاينه وحده انا صورتها لكم عاملين عليها تخفيض ديال 50%، ولكن غادي نقول لكم اشنو هو اللي جعلني خديت هادي ديال 5 إيطرو. بسم الله. ولا البنات انا جبتها بيان سور كاين نوتيس ديالها ولكن ما غاديش نحتاجو. ولا حيت ليها الميكا ديالتها. البنات احتفظوا على الكارطون مع التيكي ديال لاكاس غارانتي فيها عامين. ولا البنات انا خديت ليها المقله ديالتها كبيره ما شاء الله، يعني ديال 5 إيطرو هادي، على ود يعني يمكن تجي بنتي تبغي تعمل شي حاجه. انا بغيت نعملها البطبوط الخبز ديال الدار، وغادي دابا نشارك معكم يعني غنجرب فيها، غادي نغسلها وغادي نجرب فيها بعد العشاء ديالي. انتم البنات هذا كيكون في القاع، يعني هذا كنعملوه باش الا كانت شي كان شي دهون بغيتو تعملوا الدجاج ولا شي حاجه تهبط لتحت. يعني غادي نعمل انا هذا بالنسبه للشوي، اما بالنسبه الا بغينا نطيبوا شي حاجه ما كنعملوش هذا. انتم البنات انا بديت كنجرب فيها دابا، كتشعل من هنايا، بغينا نزيدو كنزيدو من هنايا. وبيان سور كاين لا طومبيراتور، كاين ستوب، كاين هاد الساعه هنايا غادي نعمل فيها اشنو. البنات هنايا كنعمل بابي كويسون. هنا البنات عندي هاد الحوت غادي نشوفها كي غادا تخرجوا ليا 100% فيلي. هانتوما البنات حطيتو، هانتوما البنات والله تا خطيره. الا ما خديتوش هاد المقله الهوائيه خطيره، يعني كيف كنقولوا بحال مقليين في الزيت مقامشين هادو ديال الحوت. دابا كيف كتشوفوا معايا انا قطعت البصله طريفات صغار، عملت فيها شويه ديال التوابل، وعملت قطره وحده ديال الزيت ومامتهم فيها. غادي نعملهم في المقله وغادي نتواصل معكم، خطيره زوينه. وحتى البنات هاد ورق المطبخ هذا ديال الفرن فرشوه من التحت. اولا هاد الحوت هو فيه واحد الدهنيات، يعني اول مره كنشوفها، يعني ما هادشي ما محتاجش الزيت. شوفوا البنات الدهنيات اللي كتكون في بعد الاكلات وكتزيدوا كتقليوهم في الزيت. انا هادو هاد الحوت اللي وريتكم دابا اللي كنقاسم معكم، والله القسم الا كنعملو في المقله غير كندهن المقله بشيتا ديال الزيت، ودابا كنكتشف بين ما كاين الدهون غادي نشويو البصله. هانتوما البنات انا عملت البصله تشوى، دابا خديت الدنجال، يعني كتاخدي غير الشيتا ديك الشيتا ديال لاكويزين، كتعملي شويه الزيت الا بغيتي مثلا الدنجال والبصله، كتعملي شويه ديال الزيت واحد الجبيبينيه كتهزي بديك الشيته وكدوجي. انا عندي الدنجال دوزت عليه، عملت عليه شويه ديال التوابل حتى هو غادي نشويه. هنا البنات الله يطول لي عمركم انا كنشري هاد الفلفله، قلت لكم كنشري 3 في باكيه، يعني فيها الصفراء والحمراء والاخضر، كنغسلها وكنشفها وتنقطعها طريفات وكنعملها في خنشه وكنعملها في المجمد. وقت ما بغيتيها الحوت مشويه يعني كتبقى لك غزاله غزاله غزاله، فين ما كنلقى الفلفله كتباع هكذا بثلاثه كناخذها. وكذلك الفلفله عملت ليها التوابل حتى هي غنشويوها. ما شاء الله ما شاء الله يا البنات البصله مشويه، اش نقول لكم، واحد ريحه طالعه، عرفتوا بحال ديك البصله ديال السوق اللي كنا كنشويوها في السوق. ما شاء الله البنات هذاك ورق المطبخ تستعمليه عدة مرات، تستعمليه 4 5 المرات. هانتوما البنات وكذلك مطيشة، عندي مطيشة قطعتها على جوج، عندي التومة والقزبة عندي في المجمد، عملت عليها شوية تاع التومة والقزبة وشوية ديال التوابل حتى هي غنشويها. هانتوما البنات الفلفلة كطيب وكتشوى بلا زيت بلا والو. الفلفلة مثلا ما تعملوش ليها داك ورق المطبخ، ما تعملوش ليها، تحطوها ديريكتوم في الكري. هانتوما البنات دابا غنعمل الدنجال. هانتوما البنات ما شاء الله هادشي صحي والله العظيم، الا كنكتشف معاكم حتى انايا على ولد اول مره كنشريها.
ما غاداش نبقى نتفرق معاها، يعني عجيبه. كلشي مشوي بلا زيت، تعملي غير شويه ديال التوابل. دابا الدنجال ديالي كيتشوى، وغادي نقول لكم بما صورت لكم وحده كاينه في اوشون، عاملين عليها 50% صغيره، يعني ايطر ونص. هذه انا عندي فيها 3 ايطر، فين هي 5 ايطر، وهذه عندي فيها، اذا الاخرى فيها 2 ايطر ونص. كانت ب 60 اورو وداروها ب 30 اورو، يعني الا مشيتو لاوشون غادي تلقاو. انا خديت وحده كبيره، الثمن ديالها هو كذلك نعطيه لكم. البنات غير كنقسم معكم هاد الشويته، هادي كنعملوا شويه ديال الزيت في واحد الجبيبينيه، ها نتوما الا بغيتوا تزيدوا شويه ديال التوابل مع الزيت، وكدوزي مثلا الدنجال خاصك دوزي عليه. الفلفله عملت ليها شويه، البصله وكذلك عملت ليها شويه، الحوت لا غير كبشيتها كدهني من الفوق. ها نتوما البنات الدجاج لا ما كناكلش الدجاج، الدنجال ها هو تشوى واحد الطريقه البنات، ريحه ديال الدنجال ما شاء الله كتطلع. غير باش نقول لكم ان الدنجال كناخذو هكا وكنغسلو كنشفو كنقطعو رقيق وكنعملو في المجمد، يعني وقت ما بغيت كنجبد. دابا غادي نشويو مطيشه ما شاء الله غزاله. البنات انا ما مشيتش بوحدي، جات رانيا بنت بنتي، جات من سويسرا، جات دوز الويكان عند مها وباها، يعني تكلمت ليها بين ما انا بغيتها، قالت لي شحال هادي وانت كتقولي بغيتيها وهي تديني، سينو انا ما نقدرش نهزها بوحدي. داتني اذا التيكي ديال الكاس، ما هي تقدات ليها شي حويجات، التيكي ديال لاكاس داتوه في الخنشه وفيه الكارونتي عامين. هادي البنات خلصتها ب 100 اورو، ب 100 اورو 99.99، يعني ب 100 اورو كيف كنقولوا كارونتي عامين. هانتوما البنات ما نخبي عليكم حتى حاجه، هنا غندخل مطيشه. هانتوما البنات ما شاء الله مطيشه كتشوى داكشي فيت في شاطو ليا واحد 3 طريفات ديال الدنجال عملتهم البنات، والله القسم الا خطيره، يعني وداعا الزيت وداعا. بيني وبينكم انا خاصني غير هاد المقله هادي، وما يبقاش كاع الزيت يدخل عندي، ما خطر زيت العود شويه في لا سالاد. ايوا هانتي اختي العزيزه، الا كنتي كتبغي داكشي ديال المشوي، انا غادي نقاسم معكم، بقاو معايا غادي نقاسم معكم العشاء ديالي باش غادي نتعشى. انا البنات قسمت معكم بما الخبز كناخذ هذا العيش هذا، ها نتوما لي كلاسيك بارمي لي ميور، يعني جوده عاليه، هذا هو اللي كناكل انايا في الدار، ما كناكلش الخبز. فوالا البنات وجدت العشاء ديالي ما شاء الله ما شاء الله، ما نقولش لكم والله ما ندمت لا فريمون، كان عليا ناخذها من شحال هادي. فوالا البنات هنا عندي لا سالاد ماروكان ديالتي، قلت لكم كنوجدها كتبقى عندي، كتبقى حتى يومين البنات، بالعكس كتزيد تبنان ما شاء الله. بيان سور عندي العيش، وعندي هنايا شويه الحوت، الدنجال، الفلفله، البصله، مطيشه، هادشي كلشي البنات غزال. يعني كيف كنقولوا انا مزيان، كنقولوا بالما مزيان غلاو الزيت، الزيت الله يطول عمركم. الناس كنشوفهم الزيت راه ما تخيلوش، كاس ديال الزيت كيتعمل في المرقه، والمرقه كتكال يوميا، يعني كاس ديال الزيت هنا، كاس ديال الزيت هنايا، كاس ديال الزيت هنايا، كلشي عندنا فيه الدهنيات. لهذا مرض السمنه كاين في العالم كله، غير يعني الاوروبيين حيت كياكلوا ماكله الزنقه، ما كنهضرش على لي فرونسي، كنهضر على الميريكان. الميريكانيين عندهم يعني معاناه ديال الناس عندهم لوبيزيتي مرض السمنه، على ود هما كياكلوا، الميريكانيين كياكلوا في الزنقه. اما هنا الفرنساويه تلقاها عندها 80 عام عامله كستيلو، لا كاش خارجه لا جنب لا والو. علاش الماكله ديالتهم؟ اولا ما فيهاش الدهنيات، ثانيا كياكلوا الخضر هكذا طيبه نص طيبه، حنا كنطيبوهم. الخبز يعني داك الخبز كومبلي اللي كيتقطع طرونش كتدي ليها سيمانه هي وراجلها، يعني غير بتيت طرونش. قولوا لي البنات في التعاليق، الله يطول لي عمركم، هاد الفيديو غادي يدخلكم غدا ان شاء الله، قولوا لي في التعاليق واش نتوما المقله الهوائيه ديالكم واش نتوما كتعملوا بها شهيوات. انا مازال غادي نقاسم معكم ان شاء الله البطبوط، غادي نصوب فيها البطبوط، المسمن اللي كنت كنعملو في المقله
غادي نعملو فيها حتى هي يا الماء. غادا نعمل معكم تجارب فين ما نطيب فيها شي حاجه نقاسمها معكم. تبارك الله عليكم، حقكم في الجنه. انا ما حاطه هنا والو، هادشي كلشي في الامكانيات ديال كلشي، واثمنه مناسبه. ما تبخلوش عليا باللايك ولو بارطاج، وحبكم في الله.